بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنستمر في تفسير الآيات من آخر سورة آل عمران، وقد انتهى بنا القول إلى قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. هذا من جملة قول أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا إننا سمعنا مناديا. انظر كيف كرروا لفظ ربنا 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 ثلاث مرات، لأن هذا من توسل إلى الله جل وعلا بربوبيته لهم وعبوديتهم له. التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أمر مشروع، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله عز وجل. وقيل المراد بالمنادي القرآن، ولا تنافي بين القولين، فالمنادي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن أيضا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان، مناديا ينادي للإيمان: أن آمنوا بربكم، أي هذا المنادي يقول: آمنوا بربكم. والإيمان في اللغة معناه التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، ويصحبه ائتمان للمخبر عن الشيء المغيب. أن آمنوا بربكم. والإيمان في الشرع وعند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الإيمان بالقلب والإيمان باللسان والإيمان بالعمل، دعا إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. والقرآن يدعو إلى هذا، يدعو إلى الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ويشمل كذلك الإيمان ببقية أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم قالوا: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. كرروا توسل إلى الله بربوبيته: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. والغفر هو التغطية، أي غطها بعفوك، وكفر عنا سيئاتنا. كفر كذلك التكفير هو الستر، والسيئات جمع سيئة وهي الذنوب، ولكنه ذكر ذلك بلفظ الذنوب والسيئات من باب التنويع، وذكر الغفر والتكفير كذلك من باب التأكيد: اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ثم قالوا: وتوفنا مع الأبرار،
أي أمتنا على طريقة الأبرار، جمع بر، والبر هو المطيع لله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالبر هو الذي يفعل البر، والبر كما بينه الله في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر. وهؤلاء سألوا الله أن يتوفاهم على الإيمان وعلى البر، فهذا من سؤال حسن، فهذا من سؤال الله جل وعلا حسن الخاتمة. ثم قالوا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. هذا توسل إلى الله جل وعلا آخر. آتنا أي أعطنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسن رسلك، من النصر في الدنيا والآخرة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا من الخزي وهو العار يوم القيامة، بل اغفر لنا ما ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ولا تخزنا بها يوم القيامة يوم العرض عليك، إنك لا تخلف الميعاد. هذا توسل إلى الله جل وعلا في أنه جل وعلا لا يخلف وعده، كما قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. فهم طلبوا من الله أن يؤتيهم ما وعدهم، لأنه سبحانه وتعالى لا يخلف وعده الذي وعد به عباده المؤمنين من النصر في الدنيا والفوز في الآخرة. فهذه تضرعات إلى الله جل وعلا من أهل الإيمان، وتوسلات إليه مع تقديمهم صالح الأعمال، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لم يقتصروا على الدعاء من دون أن يعملوا، بل إنهم مع الدعاء يدعون الله عز وجل. وهكذا المؤمن يعمل الأعمال الصالحة ولا يتكل عليها، بل يسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يتقبل منه، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه صفة المؤمنين الصادقين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم الذين يعملون الأعمال الصالحة ويخافون أن ترد عليهم ولا يعجبون بها، وإنما يخافون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا تضرعوا إليه بهذه التضرعات العظيمة، وتوسلوا إليه بربوبيته وبصدق وعده لأنه سبحانه وتعالى لا يخيب رجاءهم ولا يرد دعاءهم، لأنه سبحانه وتعالى قريب مجيب. وإن كانت عندهم ذنوب وعندهم سيئات، فهم لم يزكوا أنفسهم، بل طلبوا من الله جل وعلا أن يغفرها لهم وأن يسترها عليهم وأن لا يكلهم إلى أعمالهم. وهذا من صفات المتقين لله عز وجل. فهذه الآيات
فيها فوائد عظيمة، وفيها حكم بالغة، وفيها لفت للأنظار والعقول والتفكير إلى مخلوقات الله في سماواته وأرضه وفي بره وبحره، في أن الإنسان يتفكر بها ليستدل بها على عظمة خالقها وعلى أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.